تضحيات 54 واش جابوا لنا؟ جابوا لنا استعمار واحد اخر. صح كانت تضحيات لكن حولت سياسيا، ماشي غير حنا، كامل الثورات المسلحه اللي زعما جابت الاستقلال للدول نتاعها، جابت لها استعمار حديث ما جابتلهاش الاستقلال. شكون مستقل؟ نيجيريا ماهيش مستقله، السنغال ماهوش مستقل، شكون مستقل؟ الجزائر ماهيش مستقله، الوحيده اللي استقلت حقيقه الوحيده في العالم فيتنام. برك برك الجزائر دي زاد، انت خدام عند توفيق، والله يظهر لي يظهر لي انت قديم، انت فريمون قديم قديم صح. هادو حكايات المخابرات ارهابيه والعسكر وتوفيق ونزار، هادو حكايات حديدوان ومام سعوده اللي يحكي لكم فيهم بعد، هو حديدوان وصاحبته مام سعوده كيف كيف. على هذه قلت لكم مادام ديجا غالطين في تعيين العدو ما عندكم ما تديروا، ما عندكم ما تديروا. قبل توفيق كيف كانوا اسمه؟ كانوا اسمه الكحلايات، وقبله كان مرباح ولا بتشين ولا شكون وفا هي في لو سيركوي سي مرباح، ومن بعد جا وراه الكحلايات، ومن بعد جا بتشين، ومن بعد جا توفيق، ومن بعد جا ما نعرف شكون، ومن بعد شكون. كملوا اسمه حديدوان ومام سعودة والأحرار ونصرهم الله، كملوا توت فاسون كما يقول القانون على المتضرر اللجوء إلى القضاء. هلا اللي وجدته كرشو يشرب لها النعناع. دونك لا ريفوليسيون ما تسنوهاش، لا ريفوليسيون تجي من شعب واعي، دون وعي ما كانش ريفوليسيون، ما كان له صصرا كدو يحس تقربيع وخلاص. تقربيع وعندكم مش صاير في السودان. ايه كاين ناس صح، كاين حاجه نقولها، كاين ناس قال لك الجزائر تقدر تولي كيما سوريا، جامي نتحداهم، جامي الجزائر ترجع كيما سوريا، جو لي ديفي، جو لي ديفي. ولا كان الجزائر رجعت كيما سوريا توت لوروب ترجع سوريا، توت لوروب ترجع سوريا. دونك الناس اللي تقول لك الجزائر ترجع سوريا، سي جون لا محدودين الفكر، ضيقين النظر، نقدروا نعتبروهم ديبيل. لا الجزائر جامي ترجع سوريا، وجامي ترجع ليبيا، لانه خرجنا من لو تريباليزم، حنا دخلنا في الريجيوناليزم، وهذه قضيه نحكيوا عليها لانه موضوع هام جدا. Voilà. Non, on n'est pas foutu, Minido. Non, non, pas du tout. C'est un cycle. Il faut une photo. Marhala, il faut une photo. Allah, c'est comme ça. Marhala, il faut une photo. Lakin, balak, rabbama, tkoun chouya toila ma'a ta'rib hada. Liannou ta'rib istihmar officiel. Yani, ta'rib chab al-jazairi rah yikhalfou wahed encore 200 sana. Voilà, bach njibouha mal l'akhar. Liannou ma kanch dawla تعمل الى التطور مع الربا. حتى من هادو اللي جابوا لنا زعما العربيه بكل سون انغلوفون داير، ولاو يهضروا واحد اللغه في بلادهم يسموها العربليش. العربليش سي تا ميلونج بين لونغلي والعربيه، وقعدوا نتوما في ابو داود قال والطبراني وشيخهم المبخر بالنعناع، وقعدوا فيها المجره والجواري والموسيقى حرام، والجارية اللي لبسولها من قوشة كي تزاد كيما هذاك الإمام وجه الشيطان هذاك اللي يسموه عطا الله هذاك قاعد يسركل في ريزو سوسيو، قال له البيبي كي تزاد عندنا الجارية اللي لبسولها من قوشة، الجارية طفلة كي تزاد ولا تجارية دين الرب ويسمعوا له. بون بريف كل واحد ياكل من الخبيز اللي دارت له عليه. دونك لا لوت لا ريفولوسيون لا لوت ريال يا جماعة هي وعي، توعية بور لانستون، لانه ماشي بالجهل هذا اللي راه صاير في المجتمع الجزائري دير ثوره ولا تبني امه، محال امبوسيبل. الجهل عام بزاف. النقطه الثالثه تاع لو لايف، الحصه اللي درناها حول المقال نتاع الاستاذ شاكر، دونك راحت منهج اسبوعيا
وسمها أنفي ويب. أنفي ويب. أنفي نسبة للأنفي تاع الجامعة. شي يقول هذا اسمح لي خويا رحماني ولكن صاحبك بو عكاز اسكرو وين جاتو نسكرو ولا نسخفهمش الملايير الملايين بالأورو. كاينه دولة عايش فيها دولة قانون ودولة شرع ودولة كونطابيليتي وحدها تقدر تسقسيه ماشي انا اللي حنسقسيه في الموضوع هذا. دونك نولي ليميسيون اون في ويب. ليميسيون اون في ويب هي راح تكون كل يوم سبت مع نفس الأستاذة اللي تواصلت معنا المرة اللي فاتت حول مواضيع تاريخية مجتمعاتية يعني تقيس في علم الاجتماع كل ما هو خاص بالجزائر وتاريخها حول الهوية تاعنا يعني ليدونتيتي ناسيونال ربما حول بعض الاقتصاديات الموروثة يعني راح تكون نافذة مفتوحة على دراسات ومقالات لعلماء داروها من قبل متعلقة بالجزائر. راح تكون دراسة هذه المقالات ولا هذه الكتب يعني التلخيص نتاعها ودراستها وتقديمها بلغة يفهمها الشعب نتاعنا يفهموها الناس اللي يتبعونا مهما كان المستوى الدراسي نتاعهم كان باللغة العربية ولا بالفرنسية كي نهضروها شغل بالدرجة هكذا وبالعامية تاعنا احنا ضرب ان شاء الله يوصل الفكر هذا لانه لازمنا نرجعوا للفكر لازمنا نعرفوا شكون ملك بن نبي لازمنا نعرفوا شكون اركون لازمنا نعرفوا شكون هادو العلماء اللي جاوا درسوا الجزائر وجاوا مع المستعمر الفرنسي واش خلاوكم اكري واش كان المقصد نتاعهم لازمنا نعرفوا حوايج بزاف لازمنا نعرفوا حوايج بزاف تو سامبلومون. دونك اون في ويب راح تكون حصه كل يوم سبت بربي إن شاء الله تبدأ على الساعة السادسة السابعة مساء يعني وتكمل منين تكمل منين يكمل الموضوع ساعة ساعتين ساعتين ونص ويكون فيها يعني الحوار عبر الأسئلة في اليوتيوب في الفيسبوك مفتوح تاني للناس ولا وإن شاء الله بالحصة تاع اون في ويب هذه نكونوا أدينا بعض الواجب السياسي تاعنا في تنوير عقول جزائرية وفي تحفيز الجزائريين إلى البحث والتطلع ويخرجوا من المشاكل اليومية نتاعهم اللي هي حقيقة صعبة. دونك الحصة اسمها اون في ويب. بون كاينه قضية الكوفيد طلع في الجزائر للأسف جماعة وقاية بصح نقول لكم وقاية ماشي صعيب الله غالب. الصحة في الجزائر الله غالب جي ريان ادير توما على بالكم توما على بالكم اش راح نقول لكم ربي يلطف ان شاء الله. اوميكرون هذا يكون كما قالوا في بعض كما نقولوا حنايا المنظمات العلميه الطبيه انه باتساع الرقعه تاعو راح يقدم نوع من الليمونيتي يعني من المقاومه باش يقولوا عليها يعني الشعوب هذه سيرتو الشعوب تاعنا اللي ما فاكسيناتش والشعوب الفقيره الاخرى